قصص كثيرة سمعنا عنها عن نساء حلمنا بدولة الخلافة، دولة داعش. أم ريان من عرفت بلواء الخنساء التي كانت تعمل على استقطاب النساء عبر الإنترنت، إلى أم عبد الرحمن التي كانت تعمل في دروس التوعية والفقه، إلى أم هاجر التي كانت تعمل كخاطبة للجماعة، إلى رحمة الشيخاوي من ليبيا التي كانت تعمل على تدريب النساء على حمل السلاح. هل نفتح هذا الملف الشائك في منطقتنا العربية؟ معي اليوم زميلات من مختلف الوطن العربي لمناقشة هذا الملف الحيوي والشائك. نساء داعش، من حلم إقامة دولة الخلافة إلى حلم العودة، ملف شائك وحساس لكل المنطقة العربية. بالتأكيد، ويمكن جزء من حساسية هذا الملف ارتباطه بعدة أبعاد، منها البعد الإنساني والحقوقي في حق هؤلاء النساء للعودة، ومنها البعد القانوني المختلف بين البلد المضيف والبلد الجنسية الآتية منها هؤلاء النساء، وأيضا البعد الأمني وارتباطه بمكافحة الإرهاب. وطبعا نشير إلى أنه معنا عبر السكايب من تونس حنان إزبيز، حتشاركنا اليوم الحلقة. يعني أنا بعتقد صحيح مثل ما قلتي أنه صحيح هو ملف شائك وحساس، ولكن معالجته مثلا، أنا بدي أحكي عن الوضع السوري، لا يمكن إلا معالجة بجملة ملفات وجملة قضايا وجملة أمور، يعني معالجة إذا معالجة منهجية متكاملة هي اللي بتكون سليمة. صح. بالحقيقة نساء داعش الموجودات حاليا في العراق، سواء الأجنبيات أو العراقيات، ده يعانون من ظروف صعبة. حاليا عندنا الحكومة اتخذت قرار انه تخلي كل المخيمات من سكانها، بالتالي هؤلاء النساء في تحدي بين العودة الى مجتمعاتهم اللي رافضتهم، وبين قرار الحكومة اللي ألزمهم انه يتركون المخيمات. فهنا ده تصير عندنا مشاكل، وده تظهر عندنا تحديات، فنحاول قدر الإمكان أنه ننظر للجانب الإنساني لهؤلاء العوائل، سواء كانوا نساء أو كانوا أطفال، لأن مثل ما احنا نعرف أنه هؤلاء النساء والأطفال مهما يكونون هم يعني مرغمين على هذا الوضع اللي صار. لا، وبده كمان معالجة بالإطار الحقوقي، يعني إطار حقوق الإنسان والقانون الدولي. بالتأكيد. لكن ممكن أنه احنا ننظر أيضا من ناحية أخرى، القانون قصدك القانون العراقي، القانون العراقي اللي يجرم داعش، جرائم داعش. هي الإشكالية، أنه لازم يكون فعلا أنه هي فيها موائمة القوانين المحلية مع القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وكذلك نشوف تجربة تونس مع حنان حول هذا الموضوع. هلا بالنسبة لتونس الموضوع معقد شوي، يعني السلطات عم تتعاطى معاه بشكل غير شفاف، بمعنى ما في معلومات حول ماذا يقع بالضبط في قضية نساء العائدات. بالنسبة للنساء في سوريا، السلطات ما عم تتدخل حتى تجيبهم من المخيمات، رغم مطالبات من المجتمع المدني في تونس وحتى من بعض النواب انه يتم استرجاعهم، على الاقل استرجاع الاطفال حتى لا يعيشوا في ظروف صعبة. فاللي عم يصير انه السلطات التونسيه خاصه القنصليه باسطنبول تسترد فقط النساء الذين يقع القبض عليهم من السلطات التركيه على الحدود التركيه السوريه، او النساء اللواتي يستطعن الهروب من سوريا حتى يصلن الى القنصليه التونسيه في تونس، وبذلك السلطات مجبره على استرجاعهم. في حالة نساء داعش في ليبيا، هناك العديد من النساء الموجودات في السجون في ليبيا مع أبنائهن، والسلطات التونسية تماطل وتماطل حتى لا يتم استرجاعهم. تم استرجاع فقط 3 أطفال منذ 2006، أي منذ سقوط داعش في ليبيا، وللأسف هذا الملف لا يزال مفتوح ولا ليس هناك أي بوادر لحل. حنان، بس لو أقاطعك، يعني مع ذلك تعتبر تونس البلد الوحيد في منطقتنا اللي يعالج هذه المسألة،
لا عفوا، لانه بالدستور التونسي بالضبط ما بيحق لهم يسحبوا الجنسيه من اي مواطن او مواطنه. احنا فهذا الطرح اساسا غير موجود سواء المجتمع المدني او يعني ملف العائدون. لو نظرنا للمنطقه ككل ممكن المغرب، الجزائر، عندهم لان الجزائر تجربه العشريه السوداء والمصالحه اللي قاموا بها في منتصف التسعينات، هذه يعني تعتبر معالجه. المغرب ايضا في معالجه لملف العائدات. تونس تعتبر من الدول الرائده لمعالجه هذا الملف، لكن مثلا في ليبيا أعتقد حتى مناقشته على مستوى مجتمعي هو شائك جدا. قبل تصوير الحلقة كنا نحكي ميسون تقول لي إن هو بالعراق عندكم يعني المجتمع بيأخذ حقه والدولة بتأخذ حقها. احكي لنا أكثر عن الملابسات وبعدين تحكي لنا على سوريا كيف. إحنا بالنسبة لنا بالعراق عندنا عوائل داعش، أولا عندهم محاسبة قانونية من قبل الدولة لأن عندهم يعني توثيق الجرائمهم، وعندنا ايضا المجتمع نفسه ممكن انه يحاسبهم. يعني عندنا عمليات الاخذ بالثار مثلا، اذا امراه زوجها كان قتل احد الاشخاص، بالتالي عشيره هذا الشخص الضحيه راح ينتقم منها ومن اطفالها. فلهذا السبب اكو تخوف كبير من عوائل داعش بالعوده الى مجتمعاتهم، يعني راح يكونوا مستهدفين، يعني بالذات الاولاد الاطفال، فالمراه تخاف على اطفالها، فبالتالي تفضل انه تبقى بالمخيم وتتحمل الحياه الصعبه بالمخيم ولا ترجع لمجتمعها. صارت عندنا حاله انه احدى المخيمات اخلتها الدوله، وطبعا الدوله هي جابت لهم باصات ونقلتهم الى مجتمعهم. لكن داخل المجتمع مالهم طلعوا هم نفسهم المجتمع رموهم بالحجاره. اي ولولا تدخل الحكومه لكان رموهم بالنار ورجعوا مره ثانيه للمخيم. وكيف سوريا؟ بسوريا هن موجودين بمخيم الهول تقريبا حوالي هلأ شي 70,000 شخص موجودين بمخيم الهول. أعطينا فكرة هو تحت سيطرة الميليشيات الكردية. طبعا أنا برأيي وهي حتى الأمم المتحدة بكل تقاريرها بتقوله أنه المنظومة السجنية أو نفسها هي حتى مخيم الهول اللي بيفتقد لكل الموارد، اللي ما في إمكانية أصلا لمعالجة هيك ملف، ولا حتى إذا انتقل مثلا من سيطرة الميليشيا الكردية إلى النظام في سوريا، لا عنا نظام قضائي عادل، ما في قدرة على الوصول إلى العدالة. عنا محكمة الإرهاب هي يعني محكمة يعني لإرهاب الشعب وليس لمعالجة قضايا الإرهاب، وهي تستخدم ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. هي التعيين فيها سواء قاضي ولا موظف هي تجي الموافقة من الأجهزة الأمنية، إذن هي ما فيها أي معايير المحاكمة محاكمة العادلة أو المعايير الدولية. ولذلك كمان أنت عندك السجون أو المخيمات بهالطريقة، هون أنت بتصير مثل حواضن للتطرف وللعنف وحواضن للتجنيد وحواضن لبناء كمان مظلومية أخرى بأنهم هدول متروكين هيك بهالشكل لمدة طويلة، ما بيعرفوا شو مصيرهم ولا مصير أهليهم بجوز يكون، ولا في معالجة ولا في معالجة. طبعا هذا الموضوع احنا لاحظنا بين النساء الانتماء مالهم مستويات. قسم من النساء ندمانات انه كان في يوم من الأيام مؤمنات بدولة الخلافة وكذا، قسم من النساء ايش قد يكون عندهم مقدار خلينا نقول الحرمان او التعرض مثلا للاضطهاد او النظره الدونيه من المجتمع، تكون هي اكثر تمسكا بافكار داعش. يعني احنا اذا تركناهم في حقيقه انا بتفق معك تماما، بمنطقتنا موضوع التهميش، عدم المشاركه السياسيه، القمع، الاضطهاد، التمييز ضد النساء، عدم الوصول للموارد، عدم العيش بكرامه، يعني ونحن للاسف يعني فهذا كله عوامل انا برايي بتزيد من المظلوميه وبتزيد من يتمسكون أكثر. في اليمن انا بحس انه التجربه شوي استثنائيه عن بقيه الدول. اول شيء نحن لا نملك اي رصد لعدم
عدد النساء المنتمين إلى القاعدة أو داعش، لا نعلم كم منهم يرغبون في العودة أساسا، لا يستطيعون العودة لأن القاعدة وداعش تتخذ من المناطق الجبلية كمأوى ومعاقل لها. هذه المناطق يكون في توافق بين القاعدة أو داعش مع القبائل اليمنية المسيطرة على هذه المناطق، وبالتالي لا يمكن الوصول. يصبح دور المرأة هو لتحسين العلاقة بين القبيلة وبين القاعدة أو بين القبيلة وبين داعش، يتم التزاوج فيما بينهم. بالتالي المرأة إذا قررت أنه هي لا تريد الاستمرار في هذا العمل أو في هذه الحياة، لا يوجد مكان آخر لتعود إليه غير قبيلتها اللي هي ممكن تكون جزء من هذه المنظومة بشكل متكامل. يعني في حد ذاته يعني يعتبر نوع من الرحمة أن يترجع. من خلال النساء اللي تمكننا من الاتصال بهم اللي هم موجودين مثلا في بعض المخيمات في شمال سوريا، لاحظنا أنه في فئتين، في فئة من النساء صاروا أكثر راديكالية من راحوا للمخيم، راديكالية أكثر من داعش، وفي فئة أخرى ندمانة لأنها تورطت في لحظة ما، لأنها ذهبت مع زوجها، تورطت في داعش وتريد الخروج للعودة إلى بلدانها. فهنا التعاطي يجب يكون معناها يفرق بين الفئتين. ثم علمنا أن هناك تصفيات داخل المخيمات، أنه حتى بعض النساء اللواتي لا يؤمن بالفكر المتطرف داخل داعش أصبح يتم حرق خيامهن، يتم التعرض لهم بالضرب، بالاعتداء الجسدي، بالعنف اللفظي. فحتى المخيم لم يصبح، لم يعد معناها مكان سيف، مكان يمكن للمرأة أن تبقى فيه مع أطفالها، لها حد معين من السلام. فهذا يؤدي إلى أن العديد منهم أصبحنا يحاولنا الخروج من هذه المخيمات، الهروب عبر استئجار مهربين، عبر محاولة الذهاب حتى إلى أوروبا، لأنه بالنسبة لهم حتى المخيمات نفسها لم تعد مكانا آمن، وأمل العودة إلى بلدانهم أصبح ضعيف فضعيف جدا. نحن في الأيام الماضية حاولنا دخول مخيم الهول في شمال سوريا، ولكن بسبب أنه كان موجود احتجاجات ومظاهرات داخل المخيم ما قدرناش نصور المقابلة، إلا في آخر فترة صورنا مع سيدة ألمانية انضمت إلى داعش قبل عدة أعوام، وخلونا نشوف قصتها. Guten Tag, liebes Deutschland, liebe Frau Merkel. عزيزتي ألمانيا، عزيزتي السيدة ميركل، اسمي زينب وأنا من مواليد عام 1986. أنا ألمانية تركية. كنت أدرس علم النفس في الجامعة عندما تعرفت على شاب على موقع فيسبوك. وقعت في حبه فذهبت إلى تركيا لأقابله. عرض علي الزواج فقبلت. وذات يوم وجدت نفسي في سوريا وسط داعش. أتوجه بهذه الرسالة إلى السيدة ميركل لأنني أرغب بالعودة إلى ألمانيا مع ابني الذي يبلغ من العمر سنتين. أتمنى فقط أن أعود وأعيش وسط عائلتي. يعني أنا بعتقد أنه المقاربة كانت لمعالجة الإرهاب بسوريا كانت مقاربة عسكرية، وبالتالي هي المقاربة واللي صار أنه التحالف والروسيا والنظام السوري سووا بالأرض، هي نظرية الأرض المحروقة. ولكن هاي المقاربة العسكرية ونظرية الأرض المحروقة الحقيقة في خلايا نائمة موجودة. أنا قرأت من بالأمس بدير الزور في خلايا نائمة، مثلا بدير الزور عم تعلق إشارات أوراق بيضاء على الأبواب المعامل والمنشآت التجارية لحتى يدفعوا أتاوة، وعم تتراوح بين 15,000 دولار. وأرقام لا 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 لا، بدير الزور بدير الزور لسه في خلايا نائمة وبدها تفرض بما معناه أتاوي على المنشآت اللي عم تشتغل. طبعا نفس الموضوع موجود عندنا احنا بالمخيمات. يعني أنا عندي مثال، امرأة ابنها كان داعشي وانقتل، لكن بعد وجوده بالمخيم ومعاناتها، وطبعا من انقتل وعنده زوجة وعنده أطفال، زوجته تركت الأطفال، بقت يعني راحت تزوجت شخص ثاني والأطفال بقوا يم الجدة.
فمن تجين تسأليها تقولي لها أنت ما ندمانة أنه خليتي ابنك يصير داعشي وبعدين انقتل وانحرم من حياته؟ تقول لا، هو شهيد، هو خدم الأمة الإسلامية، هو كان يطلب أنه يكون الدين الإسلامي. صحيح، بس يعني ولذلك هي مسألة يعني لما حكت على فكرة المعالجات القاصرة، لما تكون المعالجة عسكرية ما بتقدري تتعاملي مع الأسباب والأبعاد اللي دفعت الناس هذول إنه ينضموا. فلما تكون هي شيء عقائدي أيديولوجي متمسكة بشدة، صعب جدا انك تحطي لهم في حتى مخيم زي ما حكيتوا في الاول، ممكن بالعكس يزيد من مظلوميتهم، يزيد من تشبثهم اكثر. ولذلك مثلا الموضوع هو يحتاج الى وضع فئه العائدين في تصنيفات اي نوع. مثلا احنا مثلا في ليبيا عندنا محليات وعندنا مثلا تونسيات. المحليات للأسف أغلب الليبيين يقول لك لا، إحنا ما عندنا داعشيات ليبيات، لأن الفكرة في رأسهم إن النساء اللي انضمن للتنظيمات الإرهابية انضمن لأجل ما تعرف عليه اللي هو جهاد النكاح، وهذا اختزال للموضوع، وأنه كأنه ما هوش تهميش أو شيء عقائدي، عدم فهمه. لذلك كنت في دراسة طلعت عليها مؤخرا، كانت لإحدى المنظمات الأمم المتحدة، وفي الآخر رفضوا وشالوا اسمهم من عليها، كانت يقول نساء داعش بين التمكين والاضطهاد. هو في نوع من التمكين المعكوس، أعطاهم أدوار ريادة، سواء كانت في الفتوى سواء كانت في حمل السلاح، فهذا شيء جديد إحنا بنشوفه. أنا معلش بختلف معك بهالقصة، هم يعني هذه وجهة نظر، أنا ما بنقولش هو تمكين، أنا بختلف. إذا بدك ترجعي للحقبة الأفغانية كانت أدوار النساء محدودة، لكن أنت في عندك تطور كمان، هن الرجال كمان تطور وغيروا أساليبهم وأدواتهم. تغيير الأدوار لا يعني تغيير بهياكل السلطة، يعني هن اللي بيوزعوا الأدوار. فهن ما معناتها أنه هن صار في تمكين لهم، لا على الإطلاق، إلا إذا بدنا نعتبر أنه والله إحصاء عدد النساء بالأنظمة الاستبدادية أنه هو مؤشر على الديمقراطية أو الديمقراطية، أكيد لا. كمان النساء، لكن أنه هو النساء هذول فقط دخلوا عشان جهاد النكاح، هذه تبسيط واختزال. هؤلاء النساء آمنوا بفكرة ما، فكرة فيها طبعا تسلط، لأن في كل فكرة تنظيم الدولة هي فكرة تسلطية. أنا أأيد الأستاذة، أنا أأيد زهراء، هي هي النظرة النمطية بالضبط للنساء، أنه هن يا أما رايحين بسبب ديني أو أنه بسبب رومانسي، وبالتالي أنه الرجال هم اللي بيفكروا بعقلانية والنساء بيفكروا بعاطفية. ولذلك لما بنعالج إحنا ما بنعطيش النساء أي أدوار فاعلة. صحيح، النساء مش موجودة لأن معالجتنا عسكرية فقط، فيبقى النساء دورها غايب تماما. كيف في إدماج النساء، كيف التعامل مع أهليهم مثلا، إحنا عندنا أهليهم يتبروا منهم. صحيح، تماما، ما عندنا قبيلة بتأخذهم. وتأييدا على النقطة اللي أنت بتقوليها، يعني هي الفكرة أنه النساء، يعني على سبيل المثال في اليمن، النساء اللي منضمات أو من ضمن تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش في السابق ما كانش لهم دور قيادي ولا كان لهم دور واضح. في 2017 البنت صرح أنه في إحدى العمليات المداهمة، عملية إزالة البري قاموا بها في محافظة البيضاء في اليمن، أنه كان في نساء في صفوف المقاتلين، وهذه شغلة عمليات انتحارية بالضبط. هاي الشغلة، هذه العوامل عم تأثر على التعاطي مع العائدات. يعني الآن أنا بعتقد أنه المجتمع الدولي أو المجتمعات المحلية المستضيفة للعائدات لم يعدن ينظرن للنساء بالذات بتنظيم داعش أنه أنت أخذتي فقط لجهاد النكاح، ولا جيتي على هذا التنظيم في بسبب جانب ديني أو جانب رومانسي، ولكن ينظر لهم أنه يعتبروهم كقنبلة مؤقتة. ما الذي يضمن للمجتمعات هذه أنه هذه المرأة لم تكن لها دور فاعل؟ نرجع تاني بالنسبة للعراقيات اللي التحقوا بداعش،
الأسباب تختلف عن النساء العربيات. أول سبب اللي كان خلى المرأة العراقية تكون في صفوف داعش هي حمايتها من داعش، لأن داعش من جهة سيطر، يعني نحكي مثلا عن مدينة الموصل، سيطر على مدينة الموصل، فهي إما أن تكون ضحية لداعش، إما أنه تحمي نفسها من داعش بانضمامها له. أرغمت حماية النفس. بس عفوا، نحن هون عم ننسى على تزويج القاصرات. يعني أنت في عندك بواسطة السلاح والقوة القمعية المتطرفة الدموية، هن أجبروا العائلات على الزواج، ولذلك أرغمت. أرغمت حتى تحمي نفسها، أرغمت من قبل ولي أمرها سواء كان والدها أو أخوها، انه تكون هديه لداعش الاجنبي اللي كان بالعراق. او الاسباب الاقتصاديه، احنا لا ننسى انه داعش بقى بالعراق تقريبا 3 سنوات. صحيح. فالمرأة كانوا النساء عم يوزعوا، اللي عم يخطبوا للدواعش كانوا عم بيوزعوا مال. فاذا هي عندها اسباب كثيره انه كانت في صفوف داعش. فهي هذا المرأة العراقيه، لكن اعتقد حنان ممكن تحكي لنا عن المرأة التونسيه. هي سافرت بكامل ارادتها. نعم. وكان مفاجأة لينا أن تونس البلد اللي فيه الحريات والنظام الأحوال الشخصية متطور، أن المرأة أخذت القرار أن هي تنضم لداعش. احكي لنا أكثر. هو الفكرة أنه تواصل لهذه المعنى، فكرة أنه بلد الحريات والمرأة حرة، فالمرأة ذهبت بكامل إرادتها. هذا اللي قصدت أنا فيها. إلى داعش، سواء في ليبيا أو في العراق أو في سوريا. يعني المرأة التونسية ذهبت وهي تريد الانضمام إلى داعش. ثم لاحظنا من خلال الدراسات وحتى من خلال لقاءاتنا ببعض النساء أو بعوائلهم أنه النساء أكثر النساء اللواتي ذهبنا يعني لهن مستوى جامعي، لسنا النساء معناها تم التغرير بهن، وإنما نساء ذوات مستوى جامعي تم كنا على اطلاع على فكر داعش عبر الانترنت وذهبنا بمشروع الماء. ولاحظنا أنه حتى في صفوف داعش كانت النساء، بعض النساء مثل الخنساء مثلا، كانت تشرف على فرقة كاملة معناها لمعاقبة النساء الشاردات إلى حد ما. هناك نساء كانت لهن أدوار قيادية داخل داعش. ثم حتى اليوم وبعد سقوط داعش وداخل المخيمات يتواصل هذا الدور القيادي لبعض النساء التونسيات، وكما قلت منذ قليل أصبحت هناك فرق جديدة تقودها نساء تونسيات داخل المخيم، ويحاولن تطبيق شرع داعش وقواعد داعش، وكل النساء اللواتي يخرجن عن ذلك يتم معاقبتهن معناها بطريقة وحشية جدا، كما معناها يتم حرق خيامهن، يتم ضربهم، يتم حتى محاولة قتلهم. إذن النساء على الأقل التونسيات في صفوف داعش كنا نساء قياديات، وكنا نساء لهن دور، وكنا نساء مؤمنات بالفكر. فهذا الذي يجعل السلطات اليوم التونسية خائفة من عودة هؤلاء النساء، أنه ثم هناك تفكير أنه لو رجعنا هؤلاء النساء كما قلتم قبل قليل قلنا بالموقوت، فهل نسمح بعودتهن باسم حقهن في العودة والمحاكمة في تونس مع أطفالهن أم لا؟ بالنسبة إلينا نعتبر أن كل شخص تونسي أيا كانت تهمته أيا كانت تورطه يجب عليه أن يعود، من حقه أن يعود ويحاكم في بلده، ومن حق أبنائه أن يتمتعوا بظروف عيش طيب. تعليقا على موضوع القنبلة القنابل الموقوتة، بالنسبة لسوريا لا يمكن اختزال موضوع داعش والإرهاب بقضية إرهاب داعش. الحقيقة القنابل الموقوتة هي كثيرة، هي وقد أحلام الشعوب بالديمقراطية والحرية وبناء دولة القانون والمواطنة، هي عدم مشاريع جدية قائمة على التنمية، هي التمييز واضطهاد النساء، هي أنه يكون في أنت عندك دولة قانون ونظام قضائي عادل، هي عندك أنه أنت تبني دولة ملتزمة بحقوق الإنسان. ولذلك إحنا لما ننظر لهذه التجارب واللي ما تحكيه في يعني نريد أن نتجاوز أن فكرة المرأة يا إما ضحية
التنظيمات الإرهابية، أو المرأة إن هي أصبحت عنصر فاعل في هذه التنظيمات الإرهابية. الصوت المغيب هو صوت المدني، المجتمع المدني. صحيح. اللي يدعو بالمدنية، اللي رافض العسكرة، اللي 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 يبي حوكمة رشيدة، اللي يؤمن بالعدالة التصالحية. هذه الأصوات تحتاج إلى نساء في الصفوف الأولى إذا أردنا معالجة متكاملة وجذرية. صحيح. أنا بس اعتراض على كلمة أنه أعطاها داعش عناصر قوة. النساء في منظومة هالإرهاب الداعشي هن مستعبدات جنسيا، هن عانوا من العنف، كل أنواع العنف الجنسي والجنسي. أنا ولذلك أسميه تمكين معكوس. معكوس هو يعني هن بمنظومة التطرف الدموية، ولذلك ما في تمكين. بالنسبة للقنابل الموقوتة، طبعا إحنا المشكلة كانت عندنا القنابل الموقوتة الموجودة داخل المخيمات، ولهذا الحكومة قررت أنه يرجعون لمجتمعاتهم ويندمجون ويا المجتمع حتى لا يشكلون خطر بالمستقبل على المجتمع. ممكن أقول شيء سمع حنان تبدأ؟ تفضلي حنان. هلا احنا مثلا في تونس في جمعيات عم تناضل من أجل عودة هؤلاء النساء وأطفالهن، وفي حتى نواب تبنوا القضية وعم يضغطوا على السلطات التونسية وعلى الخارجية التونسية إنها تقوم باسترجاع الأطفال. ولكن الديبيت معناه النقاش لا يكون مفتوح، لأنه هناك محاولة، نوع من المحاولة على من التعتيم على هذا الموضوع، وكأنه موضوع ليس ذو أهمية، وكأنه السلطات التونسية تحاول معالجته بدون شوشرة، ولا تريد أنه الإعلام والمجتمع المدني يشير إلى ذلك. ولكن هناك محاولات، تقريبا هناك جمعيات تقوم بوقفات احتجاجية يتم فيها جمع أهالي هؤلاء النساء وأطفالهن، يقومن من وقت لوقت بوقفات احتجاجية لإثارة الانتباه إلى هذه المسألة. طبعا النقاش يطول، ولكن احنا لازم نختم الحلقة، وشكرا حنان على مشاركتك معنا، وشكرا لكم جميعا. شكرا لكم.